عبر الهاتف من بغداد ينضم لنا دكتور هشام الهاشمي الخبير في شؤون الجماعات المتشددة. دكتور هشام مساء الخير، أهلا بك معنا. هل قتل البغدادي أم لم يقتل؟ هل من معلومات استخباراتية عن ذلك في ظل عدم اعتراف داعش أو عدم خروج البغدادي إلى العلن؟ حقيقة لا يزال مصيره مجهول، وكل الأدلة والوثائق التي قدمت تعتبر مشوشة ليست مطابقة للواقع. هناك تناقض كبير في البيانات والأدلة التي قدمها الروس، وأيضا ما قدمه الإعلام السوري، وأيضا تلك الادعاءات التي ظهرت بين فترة وأخرى من مصادر غير رسمية عراقية. يبدو لي أن مصيره لا يزال مجهولا، وبسبب التناقضات الكبيرة وحتى ما ذكره المرصد لحقوق الإنسان السوري لرامي عبد الرحمن، أيضا كان بيانهم فيه ثغرات يبدو أنها لا تطابق الواقع، حيث زعم في بيانه أنه قتل في دير الزور، وفي دير الزور كل من ادعى قتله ممن يمتلك عمليات عسكرية في هذه المنطقة لم يدع أنه قتله في دير الزور، فضلا على أن المرصد لحقوق الإنسان زعم أن قياديه من تنظيم داعش من الصف الأول قد أبلغوا بعض النشطاء التابعين له، وهذا أمر كاد يكون مستبعدا على اعتبار أن المرصد كل من فيه يعتبر مرتد بالنسبة لهذا التنظيم المتوحش. طيب دكتور، في حال أنه لم يقتل، ماذا ينتظر البغدادي ليخرج بتسجيل جديد يتحدث فيه عن الأحداث الأخيرة في الموصل، إن كان تسجيل مرئي أو حتى تسجيل صوتي؟ نعم، واضح أنه في موجة لديها صبر في مثل هذه المواضيع، لا يستفزون من قبل الإعلام الروسي ولا من قبل الإعلام الإيراني ولا العراقي. كثير من المرات زعمت هذه المنصات الإعلامية الرسمية والغير رسمية أنهم قتلوا البغدادي، لكنها لم تستفز إعلام داعش، وبالتالي لم يكن لهم بيان خاصة فيما يتعلق في حياته وممات البغدادي. المؤشرات تدل أنه احتمالية أنه لا يزال حيا في مناطق الميادين أو البوكمال أو القائم العراقية، هذه المؤشرات تدل ذلك. أيضا المختصين من وكالات المخابرات والاستخبارات والمعلومات المتابعة للبغدادي يعتقدون أنه مصيره مجهول، والغالب أنه لا يزال حيا. طيب لكن لماذا لم يظهر إذا كان حي حتى ولو بتسجيل صوتي؟ هو لأنه لا يستفز من هذه المصادر الإعلامية. أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية في منصاتها الإعلامية لو أظهرت بيانا أنه قتل، أظن هو سوف يهتم بهذا الموضوع، وهذا واضح في 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 2015 ظهرت بيانات للتحالف الدولي أنهم قاموا باستهداف ربما قتل في المنطقة المحصورة بين الحضر والشرقاء، الأمر الذي اضطر البغدادي أظهر بتسجيل صوتي في نيسان 2015. أيضا بيان في أن احتمالية مقتل البغدادي من قبل التحالف الدولي، فظهر البغدادي في نوفمبر 2016 في تسجيل صوتي وهو الأخير له. طيب دكتور، في حال صحت الأنباء، في حال صحت كل هذه الأخبار وفعلا قتل البغدادي، ما الذي سيخلف البغدادي؟ من سيكون خليفته بالنظر إلى خسارة التنظيم، بالنظر إلى خسارته الكبيرة في الموصل وبداية نهايته إن لم تكن نهايته الحتمية؟ حقيقة ما يخسر التنظيم في مقتل البغدادي أنه سوف يتحول من خلافة إلى تنظيم، وبالتالي لا يحتاج بعد ذلك إلى النسب القريشي، وربما يقود التنظيم قائد يكتفي التنظيم ببيعة الحرب وليس بيعة الإمامة والخلافة العامة. أخرى هناك ثلاثة على رأس قائمة المرشحين للبغدادي: إياد عبد الرحمن العبيدي أبو صالح حيفا، وإياد حامد الجميلي أبو يحيى العراقي، وفراد الجربة أبو محمد الشمالي. أحد هؤلاء الثلاثة في غالب الظن والتوقعات هو من يكون قائدا لتنظيم داعش. نعم، شكرا لك على هذه المداخلة دكتور هشام الهاشمي الخبير في شؤون الجماعات المتشددة، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.